ثوار عاملين خط بشري علشان ما فيش حد يقتحم الجيش ولا هم الجيش يقتحمه. الناس عاملين خط محترم زي ما حضرتك، زي ما فيش حد يستفز حد وحضرتك شايفين، والصورة بألف دليل حماية بشرية من الثوار للجيش. الجيش على بعد 200 متر والثوار موجودين عاملين حماية بشرية زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده شارع الشيخ ريحان، ده الشيخ ريحان احد شوارع الموت في ميدان التحرير. شايفينه ده شارع الموت، شارع محمد محمود، بيضرب انابل في اول الشارع والناس مش قادرة حتى تتنفس. الانابل المرة دي غير اي انابل غير اي مرة تانية، الانابل سامة بالفعل، الانابل لديها غاز فظيع بيعمل تكتكة في السنان وبيعمل رعشة في كل الجسم. عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني النهاردة انت في شارع محمد محمود، يعني انت شميت الغاز حاسس بيه؟ السلام محمود. الثوار عاملين مدخل لداخل الميدان للموتوسيكلات اللي بتنقل اخواتنا المصابين للمستشفى الميداني اللي كنا فيها من شوية. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده ممر المصابين. اعزائي المشاهدين، ده شارع الموت، وزي ما حضراتكم شايفين الانابل بتلقى على الثوار انابل مسيله للاعصاب، انابل بها غاز سام. المصريين بيموتوا في شارع محمد محمود اللي اصبح شارع الموت النهارده. ضربونا وغدروا بينا بعد ما وقفنا. بعد خروج محطة مصر ما تعرض للأنابل المثيرة للأعصاب، معي بعض الناس اللي كانوا موجودين. دلوقتي الغاز ده بيتعب العين وبيحرق الوش، وتبص تلاقي نفسك يعني زي ما تكون عندك برد ماشي، وبتلاقي نفس زورك ده حتى لو انت بعيد عن مسافة زورك ما بتقدرش تاخد نفسك، تبص تلاقي نفسك كأنك اعصابك ضاعت. يعني وفي تقول ايه يا حاج؟ انت جاي منين؟ انا جاي من الصعيد. من الصعيد؟ منين في الصعيد؟ اسيوط. جاي من اسيوط تعمل ايه؟ جاي عشان اشوف اشارك مع الناس دي. احنا ناس عزل، ما ينفعش بيضربونا بقنابل مسيله في الدموع وقنابل فوسفوريه. واللي بيضربوها النهارده اشد من بتاعه امبارح، اشد جامده. بقالكم قد يعني؟ احنا جينا حوالي الساعه 9، انتوا بقالكم قبل الساعه 9؟ من الساعه 7 واحنا لغايه وقتنا. الساعه 7 بيضربوا فينا الساعه 9. مشاهدينا، حابب اقول لكم ان التقرير اللي احنا بنعمله ده بنعمله من قلب شارع محمد محمود اللي سميه خلاص في شارع التحرير انه شارع الموت. الشارع ده اصبح شارع الموت. Thank you.